الحمد لله في قولي وأفعالي، الحمد لله في حلي وترحالي، الحمد لله نفسي وهي شاهدة، بديع صنعك أنت الحافظ الوالي. الحمد لله أذني وهي مصغية لمحكم القول صوتا مثل شلالي، الحمد لله عيني وهي مبصرة، بديع صنعك من لون وأشكالي، الحمد لله قلبي أنت حافظه، دقاته ترتجي عطفا على حالي. الحمد لله والشكر لله، بسم الله بدينا وعني بيصلينا، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صباح الورد والفل والياسمين، صباح النشاط والحيوية والطاقة الإيجابية رغم السخانة الكبيرة اللي نحن قاعدين نعيشوها الأيامات هذية، ارتفاع درجة الحرارة كالعادة، الصيف مش حاب يسيبنا عام السنة حسيلو. طيب يقعد كل كلام يدوم حال، دوام الحال على الحال من المحال. اليوم صديقاتي قلت نتشجع يزيني، سمحوني المشهد ذاك هو، شوفوا في ظهري مبلول، حويجي مبلولة، ذاك هو. نتأسف لكم، نعرق ما عندي ما نعمل، بدل نعمل اللي هو كلاش نلبس أكحل، وانتوما قلتولي نحي لك. على فكرة راهو لوني المفضل، لوني المفضل الأسود، وحتى شعرتي دي ما تقولي فات محلاها الألوان عليك ومحلاها الألوان في دارك، خاطر أنا بكري كنت حتى المبل عندي نوار أو المعرس، وبعدين بدلت هكا وتبدلت فكرتي. وشكون فينا هكا مع الزمن ومع الوقت ومع برش حاجات يعيشها ولا نفسيته تتبدل، فتبدل معاها حتى اختياراته. والحاجة الوحيدة اللي نقوله ديما ربي ثبت قلوبنا على الخير، وكهو باقي كل مثال شن بدلوه، مثال كل يوم هكذا بدل عنا نحبه. التغيير باهره، التغيير يقولك تغيير السروج فيه راحة في كل شيء. يوم البنات كما قلت لكم باش نبدل الصالة، وراوي صديقاتي حتى أنا كل فترة ماذا بيا نبدل، باش هكا تبدا نفسيتي متجدده، باش تبدا عندي طاقه جديده، باش نحس داري ما نملش منها، نحاول نغير. وكل تغيير سبحان الله يعطيك هكا فرحه، يعطيك طاقه ايجابيه، يعطيك نشاط، يحفزك على انك انت في حياه جديده. هكاك ديما دو طون زون طون ديما نحاول نبدل الديكور. وكل ولكن في الصيف السماح، في الصيف السماح ماذا بيا راني قاعدة في بلاصة هكا، يا إما كان في النهار الواحد في القايلة يعديها هكا في بلايصة باردة ولا حاجة، وكان في الليل يا في السطح يا في بحر يا في عرس، يا كما تعرفوا الصيف هذاهو. أما الحقيقة عام السنة شد صحيحة وكبس علينا كبسة صحيحة، وربي ان شاء الله يفرج علينا وكهو، يفرج على الناس الكل. وانا والله يا البنات راني نبدا قاعده في الدار نحمد ربي ونشكره ونقول يا ربي انا هاني هنا ومساكن الناس اللي تخدم والناس اللي تلقط في خبزتها والناس اللي ما تنجمش تقعد في ديارها، يلزمها تخرج وتخدم في درجه حراره قويه برشا، 47 48، وصلت راهي السخانه سنة في تونس. الحاصل ونتصور معناتها من شمالها لجنوبها روسطها الغربها الشرقها كلها هنا. البنات قلتولي فات ما عادش تشربي الماء وانتي واقفه، حدي اشربي وانتي قاعده، هاني قعدت وشربت الماء ونشرب بيدي اليمين. نعرف هالمعلومه دي من زمان من بابا الله يرحمه وينعمه ويرحم جميع المؤمنين. المهم هنا باش ننظف باش ننفض كل، انا ديجا قلبت وحركتهم الكل، اما باش ما نبقاش انا نطبس قدامكم والكل، هاني نبدلهم الحاجات اللي نجم نعملهم وحدي، نعملهم بعد نظهر لكم كان هكا في ساعه في ساعه باش تشوفوا، باش نحفزكم لا اكثر لا اقل، خاطر روتينات هذوما نحسهم جيست تاني باش نحفزكم مش حاجه اخرى، باش تاخذوا منهم فكره وقتاش كي نعمل تغيير، كي نشري قماش، كي نعمل حاجات هكاك، نعطيكم الاسوام، نعطيكم منين تاخذوا هكاك، نحس فما اضافه. اما هذه اضافه فاش انت قاعده وبيخله ودنيا سخونه وشفتي فات نظف، هاي تقومي حتى انت وتمشي تعملي كيفي. هنا عندي راه ريتو البنات الكوسانات
هذوما المساند الظهرة كل غير. أنا في الصيف ماذا بيا نخلي الحاجات كلها خفيفة، نحب الدار تبدأ واسعة وتبدأ فارغة، نحبهاش تبدأ كيما شتاء هكا مليانة ودافية والكل، لا لا نحبها تبدأ سيبة هكاك جوست تعطينا أنا كي نلقى نقعد في القاعة. ديجا نقعد نقعد في القاعة هكاك مني للبارتير على ما تبدأ، معناتها مانيش طايقة لا جراية لا شيء. هنا البنات كيما شفتوا هذيك لومبراس نتاع الريدو، حتى هو الريدو راني باش نبدلو، تشوفوا معناتها التغييرات المره الجايه ان شاء الله وقت اللي باش نبدل تعرفوه نتاع الصاله كامل. هنا هنا جست تغيير ديكور، دورت الديفون، حطيت الطاوله بجنب الشباك والبورت فينيتر غاديكا ونقعد من غادي وهكاك. عملت كي الال شويه، وعندي التابلو عزيز عليا برشا، توا باش نجيب نركبه. قلتك البلاصه نتاع تعليقة التلفزه هذيك خليني نحطه فيها. التابلو هذا ياسر يعني لي، كي تفرجوا فيه ما تشبعوش منه، كل يوم تشوفوه تشوفوا الشمس تشوفوا هكا الافق تشوفوا البحر تشوفوا هكا الشراع نتاع السفينه تحلو معها منظره مزيان. وليت قررت باش نرجعوا لبلاصتو. المهم هنا هاني قاعده نمسح فيه والكل. اليوم باش نحكي شويه كيما كل مره، كي تجيني حاجه هكا تنسني ولا حاجه، اليوم علاش المراه هزه الحمل الكل. باش نحكي حاجه بسيطه، اخت سالتني قالت لي فاتنا علاش يا اخي احنا نهزوا الحمل وحنا نرضوا وحنا حبيت نجاوبها. شو نقول لها؟ راهو الراجل صحيح احنا ناقصين، مخخنا اصغر من الرجال بعشرة بالمية هكا معلومة ريتها، ولكن راهو الراجل عنده فص الشمال بركة، عنده الجهة اليسار بركة، ينجم يعمل بها حاجة بركة، أما المرأة يمين ويسار. يعني المرأة تنجم تقضي لك وتطيب لك وتمشي تخدم وتربي صغار وتقعد تضحك وتلعب وتخرج تمشي العرس وتتزين. سبحان الله هكا ربي خلقنا، زاد خلق فينا كيف كيف حتى في الحديث. نحنا نحكو برشا عليش خاطر في المرفص اليمين واليسار عند المرأة جهة اليمين واليسار، أما الراجل الجهة الوحيدة اللي عنده اليسار هي اللي تتحكم هذايا في الحديث وفك التخريج الكلام الباهي والكل. اما المراه عندها يمين ويسار، هذاك علاش تشوفوا المراه مشاعرها هكا تحكيهم وتتصرف فيهم هكا كربي خلقنا. نحنا نساء اللي تحملنا مسؤوليه. اما عندي نصيحه لكل امراه خاصه انت، حاولي انك ما تظهريش روحك سوبر وومن، انك تنجمي تعملي كل شيء، اقسمي المسؤوليه مع الراجل هكيك تنجمي. رانا تعبنا، رانا نحنا ننسى ياسر نظهر روحنا اللي نحنا نجمو نعملو كل شيء واللي نحنا نكونو دار وشارع ونقدو رواحنا وما نعرفش شني. اما روجع رو راجع راجع شبيني نتكلم هك، رو راجع على صحتنا. يعني ساعات اخت تفضفض لك، معناتها كي ديما نقول لكم راهي مجالس امانات، انه رانا تعبين. نحنا النساء بصفه عامه نحبوا التعب رواحنا، نحبوا التعب مانيش عارفه علاش، تلقينا نخمو في فرانك زايد، نخمو في مصلحه الدار، نخمو في راحه العائله، نخمو في برشا حاجات، فتلقونا ديما جايبين الدرك على رواحنا. لازم المراه تعرف اللي ليها واللي عليها، مش هكيك كي تتقاسم الادوار حتى المسؤوليه ما تهبطش عليها هي وحدها، كسوا في تربيه صغارها والا في عيشتها في الدار ولا في قضيتها ولا في اللي هو. ديما الشراكه هو راهو الزواج شراكه، شراكه في الحلال في الخير، باش نقسموا الحلو والمر، نحاولوا زاد نقصوا حنا من تحمل المسؤوليه اكثر من اللازم. ديما تحاولي انت كي تخمي تقولي انا عندي هذا اللي نجم نعمله، تقسمي الادوار بينك وبين الراجل، خاطر انت بيدك باش تقلقي باش تفدي باش تولي عندك ما عندك هكا تولي دقوتي في الدار، وهذاك كلك يرجع على النفسية، تولي حتى علاقتك ومعاملتك لعائلتك سواء راجلك ولا صغارك ولا الناس اللي تعيش معاك في الدار كلها باش تولي يعني تنعكس من خلالك التعب اللي انت تتعبيه والمسؤولية اللي انت تتحملها. وانا مرة والله العظيم عندي انسانة نعرفها والكل وقتها على مشارف طلاق،
كانت هكا قالت لي كلمة وقت مشينا نطلوا عليها أنا وأمي، يمكن راهي تسمع فيا ولا باش تسمعني ولا اللي باش يسمعني من هاي الشي عربة. قالت لي إياك ثم إياك تتحملي مسؤولية، تخلي المسؤولية كلها على كتافك، لازم تتقاسمي أنت وراجلك المسؤولية، ما لازمش الراجل يبعد على داره، لازمش الراجل يبعد على مسؤولية الدار وانت تريحيه من كل شيء. ردي بالك هذه تعمليها راكي تندمي عليها وغلا لا يندمكم. ديما خلي المسؤوليات مشتركة ومقسومة على اثنين، كيفك كيفه، تعبتي يتعب، ارتحتي يرتاح، وهكاك. مش رانا نحكي لك هنا على المساواة، لا لا لا، نحكي لك على تبادل وتقاسم الأدوار باش تستمر الحياة سمحة. هذا الكليمة في زر حاجة ما نحبهاش، هنا نبدل وبهكا نكون كملنا. هذه طاولتي هنا حطيتها تحت الشباك، عندي روزي يتحل ويتسكر. هنا الزربية والطاولة والجوالية والقعدة ذي نحبها، مزد كمل هكا شوية. المراية نظفتها، شو محلاها كيفاش عاملة، هاي شفت المراية من غاديك تعطي هكا اتساع حسيلو. هذه هي اليوم تغييرات بسيطة، مزيل راهو باش نعمل تغيير ان شاء الله في الوان الصالة. شوف لمبوبة وين اللي نحيت، على كي نبدأ نصور جيني تصويرة شهبة. هو يا ربي ولك الحمد على التخميرة، هم أدمها نعمة وحفظها من الزوايا. شوفوا وقت اللي كنت ندهن هنا تابلو مسخته بالدهن، مشيت نحيته بالأسيتون، يا أخي هنا ما عملوا لي ضربات. طب باش نمشي كجايرين نشوف على نوع متاع هكاكا نعمل بيه بالبرونز، نعمل بيه الكادر متاع التابلو. نحبو ياسر التابلو هذايا، ياسر منظرو مزيان. كنت منحيته وحطته كنت أذكره اللوطة، هاني توا طلعته. يا ربي ولك الحمد والشكر. هذه التلفزة هنا البنات، هذه البنات التلفزة هنا قبل هذه كانت على الناموس صفرة حضرت لكم. شوفوا ضمر البنات يعجبوني برشا، حطيتهم فوق التلفزة كديكور. وانا صديقاتي كملت مساحة وتو باش نهزكم معايا البار تاع الشاي وغدا، حاجة خفيفة حبيت نشاركها معاكم هنا. يعني في الدروج نكمل ننظف هاك البارتية هذيك باش متبين كان يبان الوجه نتاع الدار. يعجبني هكا يعطي البنات كي جيت من السوق نحاسيلو، هاني قاعده نحي في خخب وشكار نسموها هذي. وخذيت العنب فيكتوريا، هي اسمه فيكتوريا العنب. برشا تسالون تقولي فاتني منين تقضي سيدك، بن سيدك نقضي من سوق باب الفلة ونمشي لعشيات. نمشي لعشية شوفوا مصلي عني بي شوية العنب، تعرفوا حلو وعسل نودكم ولا نشهيكم، زي يعني قيدك كلها كيبات صغيري. هاو مشو غالي يا البنات، مشو غالي يا البنات العنب. خذيتها هذيا فيكتوريا الكيلو على 1600، اي خذيت فيكتوريا الكيلو على 1600 واخترت تعرفوا باش نذوق ذوبه كعبه خضراء. وصلتها عنده وذوبتها خضرة جت حلوة تهب، قلت له اعطيني من اخترت اكثر كعبة خضراء. ها هذه حلو حلو البنات، باش نحطها توا يبرد لانه سخون من بعد نحطو ناكلو منه. والله مازال عندي العنب بلوخ، عمركم تعرفوني لازم موسم العنب نبرد فيه قلب هو والكرموس. ها مازال ها هو العنب بذي خلنا الحين ونحط في البسطة بسم الله. شوف كل شيء، حتى البيضة مازال عندي، خلنا نجبدهم. وباش نعمل قعيدة شوية بعد ما خرجت للسوق، باش نعمل قعيدة قعيدة للعشوية. باش نهز الكواب معايا، ضم الكواب قعيدة ونجيب شنو خذيت تو بالشعر. ماني مستنسة لمعشعش لمعشعش كل يوم، مشي خذيت الملفات.
ونعدوا بيه العشوية. والله العظيم قاعدة توا على هالغطة اللي الدنيا غطتها ما إلها إلا قاعدة تسطح. ما إلها إلا قاعدة تسطح في هالغطة دي. بسم الله. زيت بديت ناكل فيها انا، وبعدين قلت لها حق راني نصور في شويه الغل، بديت ناكل في الانزار صو مازال بماه الغل، طلعهم معايا هز معايا البيبيزه ماء، ويا ربي ولك الحمد والشكر. حط شوي بابي وش نقعدوا نركشوا تو في السطح. آه. وبعد يوم دليل حط البابي منه ومنه هكاهوش، مازال نقص المال بنت ما بارد كدنيش مشيك لبعيدة بعيد. وهنا صديقاتي بدينا تو في العشاء، باش نوريكم العشاء والفطور وممتنع. هنا عملت شوية لحم مشوي، حضرت شوية غلة، عملت اللحم فوحت، وفما ناس تقول لك ما نفوحش اللحم، حتى راجلي بيدو ما يفوحش اللحم، كان وقتي طيب. انا الحق نفوحه من قبل، نعمله شويه قارص شويه ملح، خاصه هذا مش مشوي راهو ميدلي، مشوي على الغاز مشوي على المقله، شويه هكا فيه قطره زيت وفيه الفلفل الاكحل والقارص والملح والكهو شويه زيت. جربوها بالحق الريحه راهي، هما يقولوا يعطيك الصحه. ديما كي نعمل بالطريقه دي اللي ياكلوه يزيدك العصير نتاعو نصبوا عليه، اما انا ما كنت عارفوني لا ناكله ولا ندور بيه. عندي كما قلت لكم هنا هكا شيره نتاع كتف ولا شنو يعني كليب مقسومه، وليت حطيتها شويه. البنت عمي بنت عمي راهو دار احنا راهم ما يقدروش ياكلوا الدجاج، ياكلوا اللحم برشا. الدجاج في حاجات معينه ياكلوا ماكلته وما ياكلوش هو ديجا، وليت طيب نحط الدجاج يبدا حتى انا ما عادش ناكله برشا، ناكل ماكلته وما ناكلش برشا. المهم هنا عملت شوية سلطة، شوية خيار شوية طماطم شوية بصل، حطيت فيها شوية زيت زيتونة ونعناع شايح وملح وكعبات زيتون كحول. عندي زيت سلطة مشوية حطيت هذايا، وتو مشيت هنا عملت الغداء من غدوة، جست باش نعطيكم لمحة شنو حطيت. هنا عندي بريك، عملت كعبات ملصوقة، وعملت عدس، تعرفوني نحب العدس، شتيت له دس وليت نتكلم ديما العام نقولها حا ما فهمتش علاش هاي نقولها. المهم عملت عدس، مرقة عدس ديما ننصحكم بها، راهي من أبن ما تاكلوا وكلها منفعة. وحطيت اكل ملصوقة متاعي هذيك البريك اللي هو من بطاطا مطبوخة رفستها ودجاج ومع دنوس وجبن وعظم وشوية فلفل كحل ورشة ملح وشوية دحك كركم. وانا زادا نذبل شويه البصل هكا مع البطاطا، نحب هكي بعد ما تطيب البطاطا نذبلها البصل مع الدجاج تجيكم بنينه كي تخدوخ معناتها. ونهرسهم في المهراس وبعدين نخلطهم مع العظم النيه ونحطهم في الحشو نتاع الملزوقه وتجي بنينه روعه. هنا حطيت العدس وهذاك اللي كتب من ربي اليوم، طيبناه وكليناه وصحه وبشفى لينا، ونودكم ونشهيكم وان شاء الله قسمكم الناس كلها في الجنه. هكا ان شاء الله تكون دباره ديا. هو راه لونه محلاه في الحقيقه، انا الله غالبه ديك امكانيات التصوير متاعي، ان شاء الله تقبلوها مني.